في بنغازي أيضا تعرض العقيد في مكافحة المخدرات عبد السلام الدرسي إلى محاولة اغتيال صباح اليوم عندما قام مجهولون بوضع عبوة لاصقة في سيارته ما أسفر عن إصابته بجروح. وذكرت مصادر طبية في مستشفى الجلاء أن حالته مستقرة مع إصابته ببعض الجروح في يديه ورجليه بعدما وصل إلى المستشفى صباح اليوم بعد تعرضه للاغتيال. ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من بنغازي الناطق باسم الغرفة الأمنية بنغازي عبد الله الزايدي. أهلا بك سيدي. أهلا وسهلا. هلا قدمت لنا أكثر تفاصيل عن عملية اغتيال المقدم الرياني وأيضا محاولة اغتيال العقيد الدرسي. والله ليست هناك تفاصيل، احنا نقلنا الخبر كما وردنا من الإخوة بالغرفة كما أفادونا بالخبر، وكل الإجراءات لدى هؤلاء الناس المختصين في الغرفة. نعم سيدي، الشخصيات التي تقوم، فلنذهب إلى نقطة أكثر عمق في هذه في عملية الاغتيال هذه، ونستغل فرصة وجودك معنا كناطق باسم الغرفة الأمنية سيدي. الشخصيات التي تقوم بعملية استهداف هذه، هل تقوم بتنفيذ عملية الاستهداف هذه الشخصيات بطريقة عشوائية، أم تعتقدون أنهم يقومون بتصفية ممنهجة لقائمة معينة؟ والله أنا لا أعتقد أن يكون لديهم أسماء بعينها، ولكن يعني هناك أسماء، والله العظيم الإنسان يحتار. ولكن هناك اليوم السيد عبد السلام الدوس وهو ضابط في مكافحة المخدرات، والمقدم عبد الفتاح وهو ضابط الدفاع الجوي يعني. نعم سيد الزايدي، الذين يقومون بهذه العمليات وحسب التحقيقات والتتبعات الأمنية، هل يوجد رابط مشترك بين الذين يقومون بهذه العمليات وغيرها من العمليات السابقة، نعم أم لا؟ لا ليس هناك رابط مشترك، كل عملية ولها بصمات معينة يعرفونها الإخوة المحققين. نعم، وهل تعرفتم على بصمات من قاموا بعمليات الاغتيال وبمحاولة الاغتيال بين البارح واليوم؟ لقد قلت لك المحققين ولست أنا. نعم، حسب ما تملكونه من معطيات سيد الزايدي فأنتم مناطق باسم الغرفة الأمنية ببنغازي، وأكيد لديكم بعض المعلومات عن هذه الحوادث. والله بالتأكيد لديهم كل المعلومات والخيار لديهم، وللأسف يعني احنا تعاني بنغازي هاليومين بالتحديد حتى من الازدحام الغريب جدا يعني، واللي للاسف يعني حتى المواطن لا يساعد، حتى في بل يساهم معظمهم في خلق اختناقات في المدينه، وبالتالي حتى حريه الحركه تصبح صعبه. حرية الحركة على أي مستوى سيد عبد الله الزايدي؟ هل تتحدث عن حرية الحركة للمواطنين أم تتحدث عن الأمنيين؟ المواطنين والأمنيين كذلك، لأن ما فيش أمن يتحرك عبر الجو، كلهم يتحركون على الطرقات. نعم سيد عبد الله الزايدي، في هذا السياق ما الذي تحذرونه كإجراءات أمنية ونحن على أبواب الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، بما أنكم تحدثتم عن الازدحام وغيره؟ والله هو نحن في الحالات هذه من العادة يعني من العادة، وفي ظل نحن ما زلنا يعني في حال من عدم توفر كل الامكانات اللي ما زلنا تنتظر من طرابلس، مضطرين يعملوا بما لديهم. ولكن الحقيقه انا اطلب من كل مواطنينا في مدينه بنغازي الفطنه والحذر في ايام العيد، وشبابنا اللي استطاع حمايه مدينه بنغازي يوم 16 17 18 19 و20 فبراير، هو نفس الشباب اللي استطاع حماية بنغازي يوم 19/3 واستطاع حمايتها في 7/7 وفي كل الأبواب. بالتالي أنا شخصيا كمواطن من مواطني بنغازي لا أعول إلا على أبنائنا وأبناء مدينتنا بالدرجة الأولى. الغرفة ما زالت تنتظر، الغرفة مديرية الأمن تنتظر الإمكانات، ولا أعلم متى ستأتي الإمكانات. أي إمكانات تنتظرونها سيد الزايدي؟ سيدتي ألا ما أعتقد أن أنت تعلمي أن الكل كان منشغل في
سواء رئيس الغرفة أو مدير الأمن في الانتقال من مدينة طرابلس للوقوف على احتياجاتهم، وتم التوقيع. وحصل أيضا الموضوع متاع اختطاف رئيس الوزراء، ولا أعلم هل للحظة هذه تم صرف احتياجات هؤلاء السيد مدير الأمن والغرفة الأمنية وكل متطلباتهم اللي وعدوا بها أم لا. نعم، هل هذا ما ينقص الغرفة الأمنية سيدي لأن تقوم بأكثر، لأن تكون أكثر حسما في تصدي للانفلات الأمني الموجود؟ محتاجة بالتأكيد، لأن في احتياجات الأسلحة، في احتياجات لسيارات كاشفة الألغام، في احتياجات لكاشفات الألغام، في احتياجات لخلق برضو أيضا يعني العمل السري لجلب المعلومة. هذه هناك أشياء كثيرة، تركيب الكاميرات اللي الآن للأسف الشديد ما زلنا نراوح. نعم، شكرا لك على هذه التفاصيل، كنت معنا عبر الهاتف من بنغازي الناطق باسم الغرفة الأمنية عبد الله الزايدي.